بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المالي القادم. في خطوة غير مسبوقة، قررت الحكومة السعودية خفض الإنفاق العسكري المالي للمملكة في العام 2022 بأكثر من 10% مقارنة مع ما كان عليه في 2021. أيضاً التحسين المستمر في جودة الحياة ودعوة خادم الحرمين الشريفين الوزراء كلهم فيما يخص للتركيز. بيان الميزانية السعودية أفاد بأن حكومة المملكة تعتزم تخصيص 171 مليار ريال للإنفاق العسكري في 2022، في انخفاض بواقع 10.2% مقارنة مع تقديرات الإنفاق البالغة 190 مليار ريال في 2021. وقالت السعودية أنها أنفقت 201 مليار ريال على قواتها المسلحة في 2020 وفقاً للوثيقة، في علامة على أن كلفة الصراع العسكري في اليمن بدأت تتراجع بحسب روسيا اليوم. وتعليقاً على الميزانية التريليونية، أكد الملك سلمان بن عبد العزيز على استمرار المبادرات والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 والتحسين المستمر في جودة الحياة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ورفع مستوى الشفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي بحسب صحيفة الشرق الأوسط. من جانبه، توقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحقيق فوائض في الميزانية، وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات الحكومية. وبذلك تكون المملكة أقرت ميزانيتها من دون أن تتوقع عجزاً، وذلك للمرة الأولى منذ انهيار أسعار النفط عام 2014 وبعد الانهيار الحاد لاقتصادها على خلفية تداعيات انتشار جائحة كورونا، متوقعة في الوقت ذاته تسجيل فائض بنحو 24 مليار دولار وفق ما أشار الإعلام الرسمي. يذكر أن الرياض كانت قد طلبت من واشنطن وحلفائها في الخليج وأوروبا تزويدها بصواريخ اعتراضية لصد هجمات الحوثيين التي تزايدت بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، بعد أن بات مخزونها من صواريخ باتريوت يوشك على النفاذ بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. الأمر الذي أثار تساؤلات حول الهدف من تخفيض ميزانية الإنفاق العسكري السعودي في هذا الوقت بالتحديد. فهل خفض الإنفاق يشير إلى حلحلة معينة في الأزمة السعودية اليمنية؟ وهل سنشهد في العام الجديد على اتفاق سلام بين الدولتين؟